هذا العرس الثاني ديالي، هذا انا فرحان بزاف بكم وبالحضور اللي غيجي. قدم لكم ان شاء الله اليوم بزاف ديال الاغاني، يعني غادي تشوفوا شو. بغيت نخليه مفاجاه تشوفوه، غادي نغني جوج الاغاني من الالبوم، واحده سميتها اخر مره اللي هي من كلمات والحان انس العراقي انس العراقي وتوزيع بلال افريكانو واخراج حسن القرفطي اللي صورتها في امستردام. الاغنيه الثانيه اللي هي مفاجاه ديال هذا الشو، كنتمنى ملي تشوفوه يعجبكم تهضروا عليه مزيان، لان لاول مره في المغرب غندير واحد الحركه جديده كنتمنى تعجبكم اللي هي في اغنيه بلا عنوان. اختاريت لانني ديجا صور خارج المغرب، بغيت نحس بالدارجه المغربيه، نشوفوها في دي كادر عالميين بحال دابا لاس فيغاس. غتشوفوا اليوم التيزر ديالو، فقط التيزر اللي هي اغنيه قلبك يمشي بحاله للملحن محمد الشرابي، هي كلمه والحان محمد الشرابي واخراج سليم سموع ومخرج سوري عايش في لاس فيغاس. لو شو بالانتاجي يعني درتي فلوس من؟ لا بالعكس، خصك تقولوا ان حاتم بقى له تدرهم ومغامر على انه يفرح الناس، ولكن انا عارف ان هذا الشيء الا درته ما غنخسرش فيه، لان المردوديه ديال الالبوم وديال كل اغنيه غادا الاتجاه شي غادي لتونس شي الجزائر شي لدبي، يعني كاينه واحد الانفستيسمون في الموسيقى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.